سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات. في الحلقة الماضية كنا نتكلم عن نبي الله نوح عليه السلام وكيف دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فلم يؤمن به إلا القليل من البشر. كفروا بنوح وبرسالته، ومع هذا صبر، دعا قومه بكل الوسائل وفي كل وقت، حتى أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وأقفل باب التوبة. وأوحى الله عز وجل إلى نوح أن يصنع الفلك، وتعني كلمة الفلك السفينة. وكان نوح عليه السلام يعيش في صحراء مع قومه، فقال رب كيف أصنع هذه السفينة من أي شيء؟ فعلمه الرب عز وجل أن يزرع شجرة معينة سنوات طوال، وهو يزرعها حتى كبرت هذه الأشجار وحصدها نوح عليه السلام. وعلمه الرب عز وجل أن يقطعها، فبدأ الناس يمرون عليه، ما بال نوح؟ كان يدعو إلى الدين، كان يأمرنا بعبادة الرب، كان يقاوم عبادتنا. الآن ترك كل هذا وبدأ يشتغل بالأشجار وبالنجارة وبالخشب، بدأ يقطع الأشجار هو والذين آمنوا. ما الذي يفعله نوح؟ لما يصنع كل هذا؟ يأتون إليه ويسخرون منه. بدأ يصنع سفينة عظيمة في الصحراء، وبدأ الناس يمرون عليه ويقولون له يا نوح كنت تدعونا إلى دينك، كنت تنصحنا، كنت تعلمنا، ونحن لا نؤمن بك ونقول إنك لمجنون. لكن أن تصنع سفينة في صحراء قاحلة ما يفعلها إلا المجانين. قال الله تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ضحك، استهزاء، سخرية، اتهام بالجنون. ونوح يصبر، بل نوح عليه السلام كان يرد عليهم ردا يعلمهم أن هناك يوم سنقف فيه عند الله، وعندها سوف ترون من الذي يسخر من الثاني. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. والناس سنوات طويلة تتعجب، ما بال هذا الرجل بدأ يصنع سفينة في أرض لا نهر فيها، في مكان لا بحر فيه، فقط جبال وصحراء. والناس تسخر من نوح، والناس تستهزئ. اكتملت السفينة وتم بناؤها في الصحراء، فأوحى الله عز وجل إلى نوح أي يا نوح هناك علامة إذا ظهرت اركب أنت والذين آمنوا في هذه السفينة. قال الله عز وجل لنوح أرأيت هذا التنور؟ إذا رأيت الماء يخرج منه اعلم يا نوح أن هذه هي العلامة، وهنا سيبدأ العذاب، فاركب يا نوح أنت والذين آمنوا في تلك السفينة. ظل نوح عليه السلام ينتظر متى يفور الماء، فإذا بالعلامة تبدأ. فعلم نوح عليه السلام أن العذاب سينزل، فأسرع إلى الذين آمنوا، قال لهم اركبوا السفينة. فنظر الناس إليه، ما بالهم؟ أجنوا
أيركبون سفينة في صحراء؟ فركب أهل الإيمان، وأوحى الله عز وجل لكل الحيوانات ذكر وأنثى، إلى كل حيوان من كل جنس، أن يركب في السفينة. حتى إذا جاء أمرنا وثارت النور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. فبدأت الحيوانات تركب في هذه السفينة، وأهل الإيمان أيضا كلهم تجمعوا في هذه السفينة إلا الكفار، وأحد أبناء نوح سبق عليه القول فبقي مع الكافرين، والناس ينظرون ويستهزئون بنوح عليه السلام. فلما ركب نوح السفينة وحمد الله عز وجل وشكره، ثم قال: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. ثم نادى ربه جل وعلا فقال: إني مغلوب فانتصر. فلما ركب أهل الإيمان في السفينة والحيوانات معهم، نظر أهل الكفر لنوح وهم يضحكون عليهم: ما باله؟ ما الذي حصل؟ هل جن نوح والذين آمنوا معه؟ بدأ العذاب، وبدأت السماء تفتح أبوابها بماء منهمر. لم يكن مطرا عاديا، بل كدلو يصب الماء منه. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. المطر بدأ ينزل من السماء بغزارة. ليس هذا فقط، بل بدأت العيون تتفجر من الأرض، ماء من الأرض وماء من السماء، وإذا بالسفينة تطفو في هذا الماء. وحملناه على ذات ألواح ودسور. أما أهل الكفر اختبأوا في بيوتهم من هذا المطر الذي ينزل، فإذا الماء يعلو بيوتهم هربوا إلى السطوح. تخيلوا كيف كانت الأم تحمل أولادها وتهرب، تخيلوا كيف كان الناس يصعدون الجبال، يهربون إلى الجبال، يهربون من هذا الماء الذي ينزل من السماء ويتفجر من الأرض، ويعلو الطوفان شيئا فشيئا. الشيوخ، العجائز، الأطفال، الأم مع أولادها، الأب مع زوجته، مع أولاده، كل الناس يهربون ويصرخون. وهي تجري بهم في موج كالجبال. وهي تجري بهم، وسفينة الإيمان سفينة النجاة تجري بنوح والذين آمنوا، تجري بهم في موج كالجبال. صارت الأمواج بعلو الجبال. أرأيتم إلى الجبال وارتفاعها؟ هكذا وصل علو الأمواج، والناس يصرخون، والناس يغرقون ويهربون، يبحثون عن أي مرتفع في الأرض. إنه عذاب الله نزل، إنها قدرة الله عز وجل. ماذا صنعتم؟ ماذا فعلتم بعد 1000 سنة من استهزائكم بهذا النبي، تسخرون منه لصناعته هذه السفينة في الصحراء؟ الآن انظروا إلى قدرة الله عز وجل. نوح عليه السلام في هذه اللحظة تذكر ابنه، أحد أبنائه اسمه يام، بدأ يبحث عنه بين المؤمنين. أين ابني؟ أين فلدة كبدي؟ نعم، هو لم يؤمن، ولكن ربما كان قد أخفى إيمانه. يسأل أبناءه: أين أخوكم يام؟ قالوا: يا أبانا،
لم يركب معنا. أخذ وهو على السفينة ينظر ويبحث في الناس من الغارقين ومن الذين يهربون إلى الجبال، فرأى ابنه من بعيد، رأى ابنه بعيدا عن الكفار، الكفار في جانب وهو بعيد عنهم. فظن نوح أنه ربما قد أخفى إيمانه، فناداه: يا بني. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، كان بعيدا معزولا عن الكفار: يا بني اركب معنا، يا بني تعال في السفينة معنا. لا زال في الأمر متسع: يا بني أنقذ نفسك، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. نوح عليه السلام في هذه اللحظة لم يتمالك نفسه، إنه أب وهذا ابنه، إنها العاطفة، إنها الرحمة، إنها الرحمة في القلب. لم يستطع أن يتمالك نفسه، ينادي ابنه، لكن ابنه كان من المعاندين، فأجابه ابنه فقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لا زالت هناك جبال يا أبي لم يغطيها الماء. قال: سآوي إلى جبل يحميني من الغرق. فرد نوح عليه السلام، لأنه يعلم أن هذا ليس بمطر، هذه ليست مياه عادية، بل إنه عذاب الله نزل. قال له نوح عليه السلام: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فإذا بنوح عليه السلام يرقب ابنه، وابنه يفر إلى الجبال والماء تحته، ويصعد الجبل والماء تحته، ونوح يرقبه ويرقبه ويناديه لكنه لا يبالي، فإذا بالماء يغرق ابنه. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كم حزن نوح عليه السلام على ابنه، ولكن هذا أمر الله عز وجل، لا شفاعة لأنه ابن نبي، بل هذا أمر الله عز وجل إذا نزل لا يشفع فيه أحد ولا يرد. أما أهل الإيمان فقد حمدوا الله عز وجل وقالوا: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. السفينة تجري في البحر، والماء طغى وتحولت الصحراء إلى بحر، بحر عظيم غطى حتى رؤوس الجبال. قبل لحظات كانت صحراء قاحلة، الآن الماء يجري في كل مكان. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي السفينة، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لم يبقى في الأرض حي إلا نوح عليه السلام والذين آمنوا معه. إنه الطوفان. في هذه اللحظة تحركت مشاعر الأبوة، فطلب نوح من ربه طلب، قال: رب إن ابني من أهلي، مهما حصل لكن يبقى ابني يا رب. القلب يتفطر عليه، إنه ابنه. قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نسيت يا نوح أن الله عز وجل قال لك: لا تخاطبني في الذين ظلموا. ما يدري نوح، ربما كان ابنه مؤمنا وكتم إيمانه. رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
فرد الله عز وجل على نوح فقال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هنا استغفر نوح ربه واستعاذ بالله عز وجل من هذا السؤال، فقال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ثم أمر الله عز وجل الأرض والسماوات أن يتوقفن عن المطر، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الكافرين. السفينة رست على جبل اسمه الجودي، يقال إنه بالعراق، وقيل بعدا للقوم الظالمين. هبط نوح عليه السلام مع الذين آمنوا على الأرض، نجاهم الله عز وجل من الكفار. قال الله تعالى: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. فلم يبقى في الأرض إلا نوح والذين آمنوا ليعمروا الأرض مرة أخرى بإيمانهم وطاعتهم لله. انقطع النسل بعدها من كل الناس، فلم تكن هناك ذرية إلا لنوح عليه السلام وأولاده، فاصطفى الله عز وجل البشر مرة أخرى. بقي نوح عليه السلام بعد الطوفان لسنوات يدعو أهل الإيمان، يعلمهم دين الله عز وجل، ويبلغ رسالة الله سنوات وهو يعلم أهل الإيمان دينهم. لم يبقى في الأرض كلها إلا بعض المؤمنين ونوح معهم. إنها لحياة طويلة، 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يعلم الناس الحق ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. لم يبقى في الأرض إلا أهل الإيمان، ولكن كل شيء له نهاية. اقتربت نهاية نوح عليه السلام، قربت منيته، اللحظات الأخيرة. فقال نوح لابنه، قال: يا بني إني موصيك وصية. قال: أوصني يا أبي. قال: اسمع يا بني، لو أن السماوات 7 والأراضين في كفة، ولا إله إلا الله في كفة أخرى، لرجحت بهن كلمة لا إله إلا الله. يا بني، لو أن السماوات 7 والأراضين حلقة لقسمتهن لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله دعوة الأنبياء، بها بدأوا دعوتهم وبها ختموا دعوتهم. ظل أهل الإيمان أهل التوحيد بعد وفاة نوح عليه السلام لسنوات، الله أعلم بها. لكن ما الذي حصل؟ هل ظل التوحيد على حاله؟ هل ظل أهل الإيمان على إيمانهم؟ هل ظل الموحدون على حالهم وتركتهم الشياطين؟ أبدا والله، دب الشرك في الأرض مرة أخرى، وبدأت الشياطين تحرف الناس عن دين الله عز وجل. نعم، توفي نوح، نعم، أدى الأمانة، نعم، بلغ الرسالة، وأهل الإيمان بقوا،
ولم تبقى إلا ذرية نوح عليه السلام. ولكن بدأ الشرك مرة أخرى شيئا فشيئا. بدأ الشرك الخفي يدب في قلوب الناس حتى انتشر، حتى كبر الشرك وانتشر في الناس وعظم في الأرض مرة أخرى. لكن السؤال، ما الذي حصل بعد نوح عليه السلام؟ أول رسول، وهو أول أولي العزم من الرسل، من الذين أتى ودعا الناس إلى التوحيد مرة أخرى، وهو من الذين أرجع الناس إلى التوحيد. فهل سيترك الله عز وجل البشر هكذا بغير كتاب ينزل أو رسول يرسل إليهم؟ هذا ما سوف نعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله من قصص الأنبياء في قناتكم قصص وآيات. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.